بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم عمر قادة، رئيس مجموعة الجغرة وعضو فيها ومؤسس ديالها. أنا اليوم جد مسرور بأنني حاضر لهذه الندوة الصحفية ديال المهرجان ديال المؤسسة الحيوانية اللي كتكون في الدورة 12 اللي دارت في الدار البيضاء، اللي هي كانت كدار مرة كبيرة في مراكش مرة كبيرة هنا في كازا. هاد العام كانت دارت هنا في كازا، وحنا جد فرحانين أنني أنا كنت من الحضور ديالها، واللي هو مثير في الدورة هذه وأنني الحضور ديالي هذا العام حضور كأنني رئيس فرقة خدامة السنوات الأولى ديال، وحتى أنا حاضر ليه من الدورة الأولى من الدورة ديال 2011 كلهم دوزت. كنت كنكون حاضر على أساس أنني كإنسان محب أو إنسان كاتب أو مثقف أو شي حاجة بحال هكا مولين بهاد الظاهرة وهاد الشيء، بالرغم من أنني أنا ابن الحي المحمد، يعني ابن البلاصة اللي انطلقت منها الظاهرة هذه اللي وصلت العالمية. وبالنسبة للمشاركة مجموعة جورا، احنا جد فرحانين بالنيابة عن راسي وعن الناس اللي معايا كاينين في اعضاء المجموعة، فرحانين باننا غنكونوا كاين في هذه النسخة هذه اللي هي النسخة عرفات التكريم ديال جوج طروان اللي هما صراحة كنا كل احترام والتقدير لهم، اللي هو مولاي الحسن الزرابة ديال الرصاد الزرابة، وعبد المجيد مشفق اللي هو مؤسس ديال مجموعة السيان. حنا فرحانين بزاف كاع على المشاركة، وإن شاء الله حنا كنتمناو تكون مشاركة في المستوى. والنجاح ديال هاد المهرجان أصلا ديما ناجح، هو من الدورات الأولى كان ناجح بحكم كاين عبد بلا قلت أنا عبد ربيه عمر قادة مؤسس وعضو في المجموعة، كاين طه حنين ابن أحد رواد مجموعة السهام، كاين يوسف أيد الراعي، كاين مراد دليل، كاين معنا أصيل بوحميدي اللي هو كاين في الديار الفرنسية كيعيش هو تما خدام ومستقر تما. هو هذا هو الجديد إن شاء الله، وغتكون شي حاجة من القدام. حنا دابا في صدد وضع اللمسات الأخرى على الألبوم الجديد. الألبوم